السلام عليكم، أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. كيف بدأت أحداث باب الرحمة؟ ما أسبابها وتداعياتها المتوقعة؟ هل يمكن مواجهة الاحتلال الذي يحاول تكريس وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك؟ وكيف يمكن نصرة المقدسيين في مواجهتهم مع الاحتلال؟ في زهرة المدائن شارع صلاح الدين في مدينة القدس المحتلة نتعرف على هذا الشارع التاريخي الجميل، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين جيش الإنقاذ العربي الذي شكل عام 47 و900 وألف. فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. في كل مرة يصعد فيها الاحتلال الصهيوني عدوانه في الأقصى فهو يعطينا فرصة جديدة لكسره وإلحاق الهزيمة به. وضع بوابات التفتيش الإلكترونية أو وضعها فاعتصمنا، ووضع الكاميرات والجسور الحديدية فاحتشدنا، يقول المقدسيون حتى فك خردته بيديه. وضع قفلا وجنزيرا على باب الرحمة ففتحناه بالقوة، وخسر ما عمل لأجله في المسجد الأقصى المبارك مدة 16 عاما. تتفاعل قضية باب الرحمة، فإلى أين ستصل؟ وبماذا يفكر الاحتلال الذي يحاول أن يكون طبيعيا وأبديا، إلا أن رفض قراراته في الأقصى يقول العكس تماما، باطل ومؤقت وزائل هو المحتل. لا محكمته تقرر ما يفتح وما يغلق، ولا شرطته تقرر من يدخل ومن يمنع. فأقصانا 144 ألف متر مربع، كل شبر فيه هو حقنا وحدنا، لا نفرط بحق أي رجل أو امرأة أو طفل في دخول المسجد الأقصى المبارك، يقول المقدسيون. في حلقة هذا الأسبوع نناقش هذا الموضوع، باب الرحمة أو قضية باب الرحمة، الأسباب والتداعيات، مع ضيفنا الكريم الأستاذ زكريا نجيب المقدسي المبعد إلى تركيا، الأسير المحرر والمتخصص بالشأن المقدسي، ولاحقا مع دكتور جمال عمر خبير الشؤون المقدسية. أهلا وسهلا فيك أستاذ زكريا معنا في هذه الحلقة. أهلا بكم. اسمح لنا سيدي أن نذهب لمشاهدة التقرير ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا. خاب مخطط الاحتلال وانتصر الشعب على عتبات جامع باب الرحمة، فقد عمد العدو الصهيوني منذ عدة سنوات على منع المصلين من أن يعتنوا بالجامع تمهيدا لاقتطاعه من تبعية المسجد الأقصى مع أي اتفاقية أو تفاهم يتم التوصل إليه مستقبلا. ويعد باب الرحمة من أشهر الأبواب المغلقة في السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، ويمثل جزءا من السور الشرقي للبلدة القديمة. نجد أن هناك إجماع وطني في بيت المقدس على قضية المسجد الأقصى، وبالتالي أنا أقول لك من هنا أن الاحتلال الإسرائيلي سيفشل في قضية التقسيم المكان بإذن الله، وسيفشل في محاولة السيطرة على باب الرحمة كما فشل في محاولة السيطرة على منطقة باب الأسباط أو حتى على المصلى المرواني. لكن أهل القدس لم يسلموا باستمرار إغلاق باب الرحمة،
حيث توجه آلاف المصلين نحوه لكسر أقفاله والدخول والصلاة فيه، إشارة إلى رفض المصلين اقتلاع الجامع من مدينة القدس تمهيدا إلى تهويدها. فقص الأقفال في تحدي للظلم الاحتلال الصهيوني وساديته الواضحة. في طرق كثيرة منها الإعلامية ومنها الإعلام الحديث بالترويج لأهمية باب الرحمة وأهمية القدس، في المقابل الترويج أيضا لخطورة الاعتداءات الصهيونية التي لن تتوقف وهي متواصلة منذ أكثر من 60 عام على أهل فلسطين بالسيطرة على القدس ومحاولة تهويد القدس ومحاولة يعني الحفريات كل يوم تحت المسجد الأقصى ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات الغير شرعية. لكن كيان العدو لم ولن يتجرع تلك الصفعة بهدوء، إذ أنه يسعى جاهدا إلى إعادة سيطرته على باب الرحمة بكل قوة، كما يسعى لافتعال المشاكل مع المصلين لجعلها الشرال التي ستشعل الأمر مرة أخرى بهدف إغلاقه من جديد، والأمر الذي يستدعي وقفة جادة من المسلمين في أنحاء العالم نصرة للمسجد الأقصى وكافة الأماكن المقدسة في مدينة الأديان. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، أهلا بك ضيفي الأستاذ زكريا نجيب معنا مرة أخرى في الأستوديو. أستاذ زكريا، عند النظر إلى قضية باب الرحمة فإن هذه القضية تتفاعل وربما تكون لها تداعيات كبيرة. أولا، ما الذي جرى في هذا الموضوع؟ لماذا الاحتلال ذهب إلى إغلاق هذه البوابة بالجنازير وبالأقفال مع أنها كانت شبه مغلقة منذ عام 2003 حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، بداية، باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى. باب الرحمة هو أحد أبواب المسجد الأقصى الذي أغلق في فترة ما يقال في عهد صلاح الدين حفاظا على أمن الأقصى، فهو باب لدخول القدس والمسجد الأقصى من الناحية الشرقية. المكان هذا يا أخي العزيز، في 2003 قام الاحتلال بإخراج مؤسسة التراث الإسلامي خارج عن القانون. كانت المؤسسة تستعمل هذا المكان يعني لعدة مشاريع لأهل القدس، ومنها تحفيظ القرآن، وكان هناك يؤدي يعني بما يسمى العلم الشرعي الديني في داخل هذا المكان. طبعاً سلطة الاحتلال كعادتها لم يروق لهذا الأمر، وهي تعرف أن يعني قضية تعليم الناس القرآن ودينهم لها انعكاسات، فلذلك أغلقت منعت مؤسسة التراث الإسلامي بالتواجد في هذا المكان واعتبرتها يعني خارج عن القانون وحضرتها. اللي حصل انه المكان هذا عندما اخرجوا مؤسسة التراث الإسلامي من هذا المكان قامت سلطات الاحتلال بإغلاقه. إغلاقه هي كالعادة. المشكلة انه الأوقاف في حينه يعني لم تلتفت الى هذا الأمر واخذت هذا الأمر وهذا الإجراء وكأنه إجراء يعني عادي سيزول مع المدة، فترك لفترة حقيقة يعني، وترك قبل حوالي يعني سنتين في 2017 عادت الأوقاف واستخدمت هذا المكان. في 2016 استخدمت هذا المكان يعني لعدة مناشط كانت يعني للتعليمية وإلى آخره. من ناحية قانونية لا يوجد أي قرار في المحكمة بإغلاق المكان كمكان كعقار، لأن هذا جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، إنما المؤسسة هي تم إخراجها. الاحتلال كعادته يحاول أن يعني يتسلل من الفضاءات هذه وفرض أمر واقع، وهذا للأسف حصل. يعني أنا بعتبر إنه قضية الموقف الأوقاف في حينه كان صحيح يعني مترهل وواهي للأسف، يعني تحت ذريعة إنه لا نحن لا يعني لا نتجاوب مع سلطات الاحتلال أو محاكمها، جيد. اما ان تترك المكان مغلق هذا الذي كان يعني تعتبر يعني خطوه غير سليمه من جهه الاوقاف. بفضل الله يعني انت تتدارك الامر وتقوم به افضل من ان تتركه. يعني الاوقاف في 16 من شباط الشهر في السنه هذه يعني قام بعقد اجتماع في داخل باب الرحمه. طبعا الاجتماع هذا كان نتيجه توسيع مجلس الاوقاف من اعضاء ال 11 الى 18، وحقيقة يعني الدم اللي تم ضخه في مجلس الأوقاف يعني أعطى أكله. يعني هناك شخصيات وازنة كانت موجودة ولها يعني وزنها الديني والوطني في مدينة القدس. عملية فتح المكان وعقد الاجتماع فيه الأول أدى إلى ردة فعل الشرطة. طبعا الشرطة هي تسير وفق مخطط سياسي صهيوني يعني له أبعاده وله مراميه،
فكانت ردة فعل الشرطة طبعاً فيش هناك أي ذريعة تانية لهم إنه وقاموا بإغلاق المكان ووضع الأقفال والسلاسل. الخطوة هذه حقيقة يعني عملت استفزاز لمشاعر المسلمين جميعاً، وبنفس الوقت يعني أعطى أضواء أكثر من ضوء أحمر لهذا. يعني في اللي قبل أنت تعرف يعني في 2016 2017 حاول الاحتلال فرض قضية الأبواب الإلكترونية على دخول المصلين، وكانت هناك هبة باب الأصباط، وكانت نتائجها الحمد لله نتائج إيجابية. نعم. فبالتالي يعني المقدسيين شعروا بأنه العدو يحاول أو سلطاء الأمن الإسرائيلي بكل مؤسساته السياسية والشرطية والأمنية أن يفرض أمر واقع جديد على باب الرحمة، فقاموا شبان القدس كعادتهم بكسر الأبواب وكسر السلاسل الحديدية واقتحام المكان. جميل، أشكرك على هذه الإجابة وهذه المقدمة المهمة. دعني أرحب معي عبر الخط الهاتفي من مدينة القدس بالدكتور جمال عمر، خبير الشؤون المقدسية. دكتور جمال، مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. حياكم الله، مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا دكتور. عند الحديث عن قضية باب الرحمة فإن الأمور كما قلنا في البداية تتداخل في الحقيقة وتذكرنا بما حصل في باب الأصباط. برأيك لماذا يلجأ الاحتلال إلى الاحتكاك مجددا بالمقدسيين ومحاولة السيطرة على أجزاء مقدسة من المسجد الأقصى المبارك، وهو يعرف جيدا أن المقدسيين والشعب الفلسطيني من خلفهم والأمة لن تسمح له بتمرير هذه المؤامرة والسيطرة على جزء آخر من المسجد؟ نعم أخي الكريم، علينا أن ندخل في عقل الاحتلال ونشرح كيف يفكر هذا الاحتلال. يعني الشيطان يختبئ في التفاصيل، والاحتلال لديه تفاصيل إذا أدخلنا فيها فلن نخرج منها. لدى الاحتلال إمكانيات هائلة جدا لإرباك المشهد على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي وعلى المستوى الدولي، وحرف الأمور عن أسسها التي يفكر فيها الاحتلال. الاحتلال استطاع يعني أن يحاصر قضية فلسطين ويقزمها إلى أن أصبحت يعني أصبح الدفاع عن آخر حلقة من حلقات الوجود الفلسطيني وهو الأقصى، ثم على جزء من الأقصى وهو باب الرحمة، وانشغل الناس عن ما هو أهم، عن كامل فلسطين أرض النبوات، عن هذه البلاد الواسعة. والأهم من ذلك كله هو أن الاحتلال في بخصوص باب الرحمة استطاع أن يضع يده على 101 باب رحمة. سبقت باب الرحمة اللي كان رقمه هو كنيس يحمل رقم 102، هناك 101 عقار إسلامي وضع الاحتلال يده عليها واحد تلو الآخر بهدوء وبصمت ودون علم أحد وبتواطؤ البعض وبتشجيع البعض وبتمويل البعض، إلى أن استطاع أن يفتح فيها كنسا أصبحت كنس، وهي عقارات إسلامية خالصة لا يعرف أحد اسمها ولا يعرف أحد أماكنها، لكن لدينا الوثائق. تفضلوا في وسائل الإعلام استلموا منا الوثائق، تاريخ استلام الكنيس الأول والثاني والثالث لغاية 101، هذه لم يكن أي منها موجود، أي كنيس منها لم يكن موجود. الآن يوم 28/9 الساعة 7 صباحا عام 2000 استقبلنا هذا المجرم كبير النازيين والفاشيين شارون. دخل أريل شارون في داخل الأقصى وكانت الأحذية أكرمكم الله يعني تنهال عليه من كل اتجاه. منذ ذلك اليوم ونحن نقول للوزير وللغفير سرا وعلنا تلميحا وتصريحا، نقول لهم يا سادة يا محترمين، هناك أمر يدبر للأقصى للتقسيم الزماني والمكاني. بدأت الكرة تتدحرج وتزداد وضوحا، يعني والنيران التي اشتعلت في المسجد الأقصى من أيام يعني تذكرون الصهيوني الأسترالي لا زالت مشتعلة، يا ناس في مجازر، في مأساة كبرى مقبلة على الأقصى، أين هي؟ نقول لهم باب الرحمة، الخاطرة الأضعف، الصهاينة يفوجون بعد شارون مباشرة قطعان وسوائب المستوطنين ومن معهم من دواعش احتلال اليهود، يعني يفوجونهم من باب المغاربة مرورا بالمصلى القبلي فوق المرواني وثم المحطة الوقوف هي باب الرحمة، إن أمرا يدبر بباب الرحمة. كان لا زال هناك في داخل باب الرحمة كما ذكر ضيفكم الكريم، كان هناك جمعية تراث الإسلامي أو حفظ التراث، لكن في غضون 3 سنوات من التفكير العميق لدى الصهاينة خرجوا بالنتيجة لإشغالنا في التفاصيل. يعني جمعية بسيطة عادية يعني تعطي محاضرات في تعليم القرآن والحديث النبوي الشريف لسيدات بيت المقدس، ولا إرهاب ولا ما يحزنون، هو أين الإرهاب في القدس؟ وأين واحد في القدس بيستطيع يعني أن يقوم بعمل مثل هذا علني وإرهاب داخل الأقصى أمام العالم أجمع؟ هذا أمر مستحيل.
هذا أمر مستحيل قطعيا بتاتا. نعم. وبالتالي طول 3 سنوات 2003 فعلا أغلقوا الباب كما ذكرت باقي القصة. حصل الذي حصل. نعم نحن الآن يعني في حصار في الدائرة الأضيق على الإطلاق، الحصار مرصوب حول الأقصى من جميع الجهات. لماذا أخذوا المقبرة، مقبرة باب الرحمة؟ لماذا أخذوا جزء جنوبي منها؟ لماذا حددوا مع طول المقبرة أماكن مصادرة؟ لماذا وضعوا مسار فوق مقبرة باب الرحمة؟ جهزوا البنية التحتية للتلفريك الذي سيأتي ب4000 زائر في كل رحلة، ثم أنه سوف يكون هناك جسر فوق قبور الصحابة يدخلون من باب الرحمة من الخارج، لأن هذا الباب هو الباب الوحيد للأقصى من الناحية الشرقية الذي يفضي بالمصلين من داخل الأقصى إلى خارج البلدة القديمة دون المرور بزحام، وهو يشكل كنز أمني في منتهى الأهمية للصهاينة. وضعوا نقطة شرطة فوق باب الرحمة، أين كان المراقبون والمسؤولون أصحاب الوصاية؟ إذن الشرطة فوق والعمل في المقبرة شغال، ثم الشرطة في داخل باب الرحمة إلى أن وضعوا الأخلاد في أيدي باب الرحمة. نعم. أن الآن الأوان لتحويل باب الرحمة إلى كنيس رقم 102. نعم. هذه اللحظة المناسبة وهنا وقعوا. سنرى فيما إذا كانت اللحظة المناسبة أم لا، وهل ستمر هذه المؤامرة على الأقصى، وخاصة أن المقدسيين قرروا فعلا أن يعني يكسروا إرادة الاحتلال كما حصل في عام 2017. أستاذ زكريا، المكان مهم، الباب موقعه مهم بالنسبة للصهاينة والمستوطنين، وفعلا هناك محاولات حثيثة منهم من خلال الضغط، في عنا عملية اعتقال، في ضغط، أمس كان في 6-7 سيدات اعتقلوهم لأنهم مجرد أنهم كانوا موجودين في المنطقة، وفي منع وإبعاد للمشايخ بشهور طويلة عن المسجد الأقصى. إلى أي حد يمكن أن يؤثر ذلك على سير الأحداث والأمور هناك؟ أخي العزيز، بداية بالنسبة للباب، المخطط الصهيوني كالتالي: هناك يعني مشروع إقامة مما يسمى التلفريك، يعني القطار الهوائي، سيأتي من باب المغاربة وينتهي في جبل الزيتون ويمر من منطقة باب الرحمة، ومصادره جزء من مقبرة باب الرحمة يعني، ومنعوا الدفن فيها وحتى حطموا قبور. المخطط هم يعتقدوا هكذا يعني، أنه سيكون هذا الباب هو محطة بين قوسين يعني بما يسمى التلفريك والسياح والآخرية، ولكن في الأصل هم يعتقدوا أن هذا المكان هو المدخل للداخل الحرم القدسي، وبالتالي بناء الهيكل للمزعوم الذي يدعونه. هذه التصور تبعهم وهذا ما يرنوا إليه. قضية الاعتقالات مما يقوم فيه الاحتلال، في اعتقادي أن هذه لن تمر على المقدسيين. يعني حقيقة أنا أدعو كل شخص أبعد عن الأقصى بقرار شرطي أن يعود وأن يعتصم به. يعني أنا أطالب عبد العظيم سلهب رئيس المجلس، أطالب الدكتور كيرات أن يكونوا متواجدين، أن يدخلوا حتى، وأن يرفضوا عدم دخولهم، وأعتقد أن المقدسيين سيكفون من وراءهم. قضية القضية اليوم ليست قضية حراس ولا قضية مجلس الأوقاف، هي قضية المقدسيين وقضية الأمة. المقدسيون أثبتوا في وقوفهم أمام قرار كان يعني سياسي، وكان قرار من أعلى المناصب يعني بوضع الأبواب الإلكترونية، ولكن حطموا هذا القرار بفضل الله عز وجل بالإصرار وبصمودهم وبتحديهم. أنا في اعتقادي أنه باب الرحمة كذلك يعني، والواضح جدا أنه اليوم التوجه يعني، اليوم في صلاة الجمعة ذهبت الناس وصلت في المكان وفتحوه وصعدوا إلى الأسطح. أنا أعتقد أنه كل الممارسات اليوم من نتنياهو، محاولة يعني التخويف والترعيب للناس، هي محاولات يعني محاولة انتخابية، هو يشتغل في هذه الأوراق لوضعه الانتخابي. وأنا أعتقد يعني في كلا الحالتين سيخسر، وستكون طلقة يعني، هذه ستكون رصاصة الرحمة لنتنياهو. إذا أقدم على إغلاق المكان ستكون هناك انتفاضة كاملة وهبة كهبة باب الأصوات بإذن الله في باب الرحمة. وإذا حاول أن يأخذ قرار من المحكمة سوف الناس يقوم ويدخلوها عنوة. المكان اليوم أصبح هو يعني هدف للمقدسيين، مكان هو جزء لا يتجزأ من الأقصى، سندخله رغم أنف الشرطة ورغم أنف القرار السياسي. نعم. وبالتالي قضية الإبعادات وقضية الممارسات، اسمح لي أستاذ زكريا، لن تضر بهم. اسمح لي أتوقف عند مسألة الإبعاد. يعني مثلا عملية أنه يكون شيخ مثل الشيخ عبد العظيم سلهب، طبعا هو لا يشكل أي خطورة، ورئيس المجلس الأوقاف رجل طاعن في السن، وآخرون من المشايخ وغيرهم والنساء،
ما هي معايير الابعاد التي يقوم بها الاحتلال؟ على اي اساس بيبعد الناس عن مسجدهم؟ ما حصل هذا الكلام في اي مكان في العالم، يعني ما بيحصل في اي ديانه. اخي هذه اسمها العنجهيه، وهذه اسمه يعني التسلط على المقدسيين وعلى الفلسطينيين. لا يوجد اي مبرر لا لسلطات الاحتلال، يعني لا قانونيا ولا دينيا، بان يبعد الناس عن مصلاهم. يعني هذا مكان للعباده، هذا مكان ياتوا الناس اليه ليصلوا، لا يشكل اي خطوره امنيه لا على سلطات الاحتلال ولا حتى على منطقه حائط البراق. يعني الذي بيستغلوه اليوم بيعتبروه نعم المبكة. فانا باعتقادي انه العمليه ليست عمليه، يعني لا هي عمليه من ناحيه امنيه ولا هي سياسه منهجيه يقوم بها الاحتلال منذ احتلال بقيه فلسطين والقدس لعمليه تهويد وسرقه القدس، وهذا ما يفعله. يعني الاقصى هو مستهدف للتقسيم الزماني والمكاني، وللأسف التقسيم الزماني يعني فرضوه وصار أمر واقع. وأنا أدعو المقدسيين أنه اليوم يحطوا كل الإجراءات اللي قامت بها سلطات الاحتلال في اتجاه الأقصى، أن تكون هناك أجندة للمقاومة، وكقضية كسر الإبعاد يجب أن يكون، وأن يبدأ به عبد العظيم الشيخ عبد الحليم سلهم. هو مطالب الآن أن يأتي إلى الأقصى. لا يوجد أي وجه قانوني يمنعه بالدخول. بالضبط. يعني ليس هناك حق قانوني، يعني هو لا يريد أن يأتي إلى المحاكم، ولكن هناك له حق أن يأتي إلى الأقصى رغما عن أنفهم. هو سيدخل. أنا في اعتقادي هذه الخطة يعني من الضروري جدا. اليوم رموز العمل الإسلامي في داخل القدس، خاصة أن هناك يعني بالاتفاق اللي حصل بين إسرائيل والأردن للأسف، اللي هي الوصايا الأردنية على المسجد الأقصى، يعني أنا للأسف على الاتفاقيات اللي بتصير وعلى الاعتراف الكيان، إلا أنه هناك اتفاقيات موجودة، وبهذه الاتفاقيات الأقصى مسؤولية أردنية، يعني السيادة في داخل الأقصى في إدارته هذه أردنية، فبالتالي هم يسرقون هذه الأمور، يفرضون أمر واقع رغم أنف يعني الكل. أنا باعتقادي أنه اليوم واضح جدا على مجلس الأوقاف بما أنه رفع الراية وعلق الجرس أن يسير بخطواته إلى الأمام، والمقدسيون من ورائهم، وأعتقد أن هناك يعني جموع الأمة راح تكون وراهم. نعم. الأقصى هو نقطة تفجير، هذا يجب أن نعرفه. الأقصى هو بداية الانتفاضات، بداية الهبات ضد الاحتلال، فعلينا أن يعني نستغل هذه، أو بالأحرى أن نوظف ما حدث في باب الرحمة في عملية انتفاضة جديدة. وصلت الفكرة، وهذا الكلام اللي احنا ممكن نتحدث فيه بعد قليل. دكتور جمال، في شق آخر من السؤال الذي طرحته على الأستاذ زكريا فيما يتعلق بالمنع، ما مضمون قرارات الإبعاد بحق المشايخ والنساء والشباب وحتى الأطفال عن المسجد الأقصى المبارك؟ يعني ما يسمى بالمحكمة الصهيونية، ماذا يكتبون في هذا القرار؟ يعني أبعد مثلا الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف عن الأقصى بسبب كذا كذا كذا، طالما أن هذه الجهة هي التي تشرف على المسجد الأقصى المبارك وهي المخولة بحمايته والمحافظة عليه وفتح بواباته إلى آخره. يعني نعم أخي، نحن يعني في عائلتنا حصلنا على عشرات الإبعادات السابقة وقارناها بعضها ببعض حتى لا يكون حديث شخصي، لكن وجدنا أن المنصوص الأصلي في دباجة قرار الإبعاد، وعادة كان يصدر عن الدعي أري درعي أو غيره من هؤلاء الفجرة، كان يؤشر إلى أننا أشخاص نشكل خطر على الأمن ونثير الشغب. في الآن هم كتبوا لي في الإبعادات الأخيرة لستين شاب الأوائل، ثم أكملوا العدد لفوق 130 شاب الآن ورجل وعالم دين، كتبوا بأنكم يعني تشكلون خطرا على جبل الهيكل، ولم يشيروا إلى ما كان يكتبونه لذر الرماد في العيون، هرم شريف أو الحرم الشريف أو المسجد الأقصى، لم يشيروا إليه قطعيا. الكلام الآن على المليان والرماية بالرصاص الحي، يعني بمعنى أن الاحتلال كسر عن أنيابه وأخذ أورشليم عاصمة الشعب اليهودي وليس دولة إسرائيل بالمناسبة كما قال الفاجر دونالد ترامب، وبالتالي الحديث عن أورشليم وجبل هيكل، لم يعد هناك حرم شريف أو المسجد الأقصى أو القدس إطلاقا. يعني الإسرائيليين بهذا تنكروا تماما لما يسمى اتفاقية وادي عربة واسطبلات داود وأوسلو، كل هذه الدباجات ليس لها أي وزن عند الإسرائيليين. الإسرائيليين تغير ونحن الذين لم نتغير، نحن لدينا عقل متكلس في مكانه،
لا لم نستطع الخروج من المأزق السابق. ثم أن حوارا مشددا جرى مع الإسرائيليين على قضية الوصاية الأردنية أو الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات السامية والمسيحية في القدس، وأن ذلك موثق في وادي عربة، فقالوا وأنكروا ذلك بشدة، قالوا لم يكن هذا هو النص، أنتم يعني الإعلام العربي يضللكم، النص مختلف كلية، وعليكم أن تراجعوا اتفاقية وادي عربة وترجون وين إنه الأقصى مسؤولية أردنية. إلى هذا الحد من الوقاحة بلغ الإسرائيليون. ثم أن أوري أرييل هذا الدعي يعني كان وزير إسكانسر وزير واللي طبعا في أيامه تسرب 27 شقة في سلوان واعتبرها أهم من حرب 67، هو نفسه الآن وزير زراعة واقتحم الأقصى ودنس الأقصى هذا المجرم، ومعه أيضا يهودا جليك وزواج يهودا جليك بباب الرحمة. ماذا قال يهودا جليك؟ قال بأن اللي هو أوري أرييل قال إن ملك الأردن يفلت علينا للمرة الثانية، يعني يستخدم أكرمكم الله أسلوب حيواني بحق ملك الأردن اللي دولته الساقطة الإرهابية الداعشية مرتبطة مع الأردن باتفاقية وادي عربة. طب كيف أنت على رأس النظام الأردني؟ وكان أيامها على فكرة عندما قال هذا كانوا أرسلوا عملائهم قتلوا 2 من أبناء الأردن في داخل السفارة، وقبلها بشوي قتلوا القاضي الأردني إزعيتر على الحدود الأردنية أمام كل من كان في الحافلة قادمون إلى فلسطين لزيارة الطفل المريض في نابلس. أنت تشاهد دولة مارقة فوق القانون تقوم بالإعدام وتقوم بالقتل وتكتب أنك تثير الشغب في جبل الهيكل، ولكم أنتم ممجهنين ضربة في منتهى القسوة متكررة معقدة مركبة، يعني إبعاد وفي ذات الوقت شغب وفي ذات الوقت جبل هيكل، شو أبقيتوا أنتم للسلام؟ يخرب بيتكم على بيت السلام، على بيت اللي بمد إيده إلكم، على بيت اللي بيآمن فيكم، ولكم أنتم مجرمين، ولكم عمره ما بيجيكم أنظمة عربية بهذا الشكل ولا رئيس فلسطيني ونظام فلسطيني بهذا الشكل. فرصتكم الذهبية، يعني أنتم أخذتوا 80% من فلسطين ومش شبعانين، والله ما هم شبعانين ولا معترفين ولا شايفين الأردن ولا شايفين فلسطين. أنا الأوان فلسطين والأردن يخجلوا حالهم ويتحدوا مع بعض في موقف يدعو لتعبئة شاملة كاملة على المستوى الدولي لتحرير فلسطين والقدس والأقصى. نعم. هذا الحل على المستوى الدولي، أما على المستوى المحلي فثقوا تماما لا يوجد مقدسي واحد لا في الأوقاف ولا في خارجها سيرفع الراية البيضاء، سيتحد المقدسيون وستشاهدون شعب لا يرفع رايات فصائل بل راية الأقصى والأقصى فقط، والبوصلة موجهة نحو الأقصى والأقصى فقط، والشعب الفلسطيني كله هدفه الأقصى فقط والقدس فقط. وبالتالي هذا الشعب العظيم على المستوى المحلي يعني يمكن للدول العربية والإسلامية أن تطمئن إلى أنه ما خان ولن يخون، لن يخون القدس والأقصى ولن يقسم وهم أحياء، ولن يغلق باب الرحمة رغم أنه يوم الأحد القادم هناك ترقب شديد لجريمة نازية فاشية عنصرية جديدة. يوم الأحد القادم انتظروا وإنا معكم منتظرون. أرجو أن تبقى معي دكتور جمال. أستاذ زكريا، دكتور تحدث في أكثر من نقطة يعني وسبقنا بالحديث عن المطلوب رسميا وشعبيا، لكن قبل ما أصل لهذا السؤال حضرتك حكيت كلام مهم قبل قليل عندما أكدت أن هذه الأمور لن تمر، وهناك يعني نوعا ما حالة من الإحباط ربما لدى الأمة إنه هناك صفقة قرن وترامب أعلن نقل السفارة وهناك دول كثيرة ستعلن نقل السفارة إلى القدس المحتلة، وبالتالي نحن أمام واقع سيء جدا على المدينة المقدسة خلال الفترات القادمة، وهذا كلام لن نستطيع أن نواجهه لأنه الموج عالي، وبالتالي ماذا ستواجه؟ يعني أنت تقف ضد أمريكا وضد القوى كلها والناس متآمرة على القدس المحتلة، هل هذا المنطق يستطيع بالفعل أن يتسلل إلى المقدسيين وإلى أبناء الشعب الفلسطيني؟ أخي العزيز، لا شك أنه هناك يعني هجمة من كل الجهات على القدس، يعني قرار ترامب، قضية الموقف العربي المتهالك، التطبيع والهرولة، كلها تؤثر. يعني إلا أنه قضية الأقصى بالذات يعني على مدار 5 عقود من الاحتلال أو أكثر، الأقصى كان نقطة تفجير. يعني في 69 حاولوا حرقه، في 79 كانت محاولة تدميره، في 82 كانت اقتحامات للأقصى، في 90 كانت مجزرة الأقصى. الأقصى نقطة تفجير. يعني أنا في اعتقادي أنه المقدسيون لن ينفكوا بالدفاع عن الأقصى بكل ما أوتوا من القوة،
الأمور الواقع اللي بتعيشه الأمة والواقع العربي على المستوى السياسي ولا الشعبي للأسف فيه يعني حالة يعني انعكست حقيقة على الواقع، وإلا كيف تغول الاحتلال بكل ممارساته على القدس وعلى الأقصى؟ يعني لولا هذا الترهل الموجود وحالة التطبيع مع العربية والأنظمة السياسية أنت شايف، وحالة للأسف يعني الالتفاف على الربيع العربي وما يحدث اليوم في العالم العربي هو ينعكس لا شك على القدس وعلى الأقصى ينعكس. إلا أنه بيتمها حالة واحدة، يعني أنه أهل المكان المقدسيون حقيقة واعون لهذه الإجراءات وهذا المشروع، وأنا باعتقادي هم سيحاولون يعني سيعملوا بكل ما أوتي من قوة للوقف يعني زي ما بقولها ممارسات الاحتلال. أما الاحتلال هو رايح، يعني هناك مشروع هم يسيرون، يعني ربما هم الآن يخفضوا الموجة ولكن هم في لحظة من اللحظات هم ما يقفزوا ويعملوا على يعني قضية الخيل الأحمر اليوم حطوها في الثلاجة لفترة معينة، اليوم الكل بيهدد على أساس حتى نتنياهو نفسه اللي أوقف عملية الهدم الآن يلوح بأنه سيأتي الدور على عملية الهدم. هم يسيرون وفق الواقع اللي بيشوفه المنظور الموجود في الواقع العربي والعالمي، هناك حالة انفلاش وحالة ترهل موجود العربي يتقدمون خطوة. إذا المقدسيون يعني تراجعوا يتقدمون خطوة، أما إذا هناك الاحتلال هكذا إذا لقى مواجهة وشعر أنه هناك في حقيقة يعني راح يسوي يدفع ثمن هو يرجع خطوات. أنا في اعتقادي أنه المقدسيون اليوم يعني أقل ما فيها هم يؤخروا المشروع الصهيوني. اليوم في حراك في داخل السجون، يعني حالة غليان موجودة عند الأسرى، قضية باب الرحمة نقطة تفجير، اليوم الحدود مع غزة يعني عملها تتطور حقيقة، أنه والاحتلال في وضع انتخابات، فالوضع اليوم يعني ممكن أنا في المنظور القريب أنه لن يكون هناك أي إجراء للاحتلال في باب الرحمة، ربما يتراجع خطوات ولكنه سيعمل وسيحاول، يعني نحن ننتظر حكومة يمين متطرفة وربما الكل يشترك فيها، وهناك يعني إعلانات واضح جدا أنه كل واحد يتوعد ويحاول أن يعني يبرز عضلاته ماذا سيفعل بعد الانتخابات. في تقديري أنه اليوم نحن بحاجة ماسة إلى يعني حرف البوصلة من العالم العربي كله في اتجاه القدس والمسجد الأقصى. اليوم مطلوب منا إعلاميا اليوم تكثيف الممارسات الإسرائيلية في داخل القدس في داخل المسجد الأقصى، عملية اللي هي يعني تحريك المقدسيين أكثر وأكثر وبنفس الوقت تحريضهم. وأنا بتصور إنه اليوم في عنا مجلس أوقاف واضح جدا إنه في عند هو متسلح بقرارات يعني باتفاقيات مع الأردن، بأكثر من ذلك إنه الشعب المقدسي كله يسير خلفه، ومن ذلك أنا بتصور كمان إنه حتى الضفة الغربية وغزة والداخل الفلسطيني سيتحرك. اليوم في لافتة واضحة جدا، الأوقاف واضح معلن إنه هذه هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، هذا المكان سنعيد ترميمه، هذا المكان سيبقى مفتوحا، سنبقى نصلي فيه. أنا باعتقادي هذه الشعارات وهذا الكلام جيد جدا، يعني وهذا يؤدي يعني يدفع حتى المقدسيين فعلا أن يبقوا صامدين إن شاء الله ويبقوا حماة لباب الرحمة. أخي العزيز، بالنسبة لأجهزة الأمن الإسرائيلية والمحاكم الإسرائيلية كلهم بيشتغلوا بمنظومة واحدة متكاملة. نعم. يعني بالنسبة للإجراءات اللي تقوم فيها المؤسسة الأمنية الصهيونية هي تتسلح بأمور قضائية هم يشرعوها، هم بأي لحظة مستعدين يشرعوا ويوضعوا القوانين وإلى آخره، كل المنظومة في ويسقطوها. للأسف هي اللي نحن نواجه منظومة كاملة سياسية قضائية شرطية أمنية. نعم. في الهجوم على الأقصى. نعم. دكتور جمال، يعني الواجب والمنطقي إنه يكون هناك دائما حالة حراك، يكون يعني الأمر الطبيعي أن يكون هناك حالة حراك دائمة ومواجهة ومشاغبة ضد الاحتلال، لأنه كما تفضل الأستاذ زكريا إذا لم تتقدم أنت خطوة سيتقدم هو خطوة وينشغل بك أو يشغلك بقضية ما كما حصل في هذه المرة. لكن على كل الأحوال يبدو واضحا أن هناك يعني دائما في كل فترة قضية جديدة تظهر، ليس بفعل أن الفلسطينيين أو المقدسيين يطالبون بأمر ما، إنما بفعل أن الاحتلال هو الذي يعتدي فيضطر المقدسيون لصده. متى سيمتلك المقدسيون المبادرة، زمام المبادرة لفرض وقائعهم على الأرض؟
نعم، من زمن طويل وسنوات بل عقود فقدت الأمة بكاملها عنصر المباغتة والمبادرة، وإن كان هناك يعني شيء ملفت في بداية عام يعني معركة رمضان عام 1973، عدا ذلك طبعا تم قلب الانتصار إلى هزيمة وتذكرون ذلك جيدا. عدا ذلك أنت تشاهد دائما أن المعتدي هو الاحتلال، وأنه هو الذي يخطط وينفذ، وهو القاضي والجلاد، وهو يفعل ما يشاء. الاحتلال في حالة حافزية باستمرار، سوى أن يعني أبناء فلسطين لطالما باغتوا الاحتلال هنا وهناك وأربكوا حساباته. فدولة الاحتلال دولة أمنية من رأسها حتى أساسها منذ نشأة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، وهو دولة مؤسسات أمنية. لا يوجد شيء اسمه جهاز مدني ولا إدارة مدنية ولا بيت إيل مدنية ولا سلام مدني، كلها أجهزة عسكرية وضباط عسكريين. وبالتالي حتى أنهم لا يقدمون إلى مقدمات رئاسة الحكم إلا من هو خريج السلالة العسكرية. وبالتالي فعلا فقدت الأمة عنصر المباغتة لعدوها، والحرب خدعة. فقدوا أيضا هذا العنصر. الإسرائيليون الآن هم أصحاب المبادرة، مثلا على المستوى الاقتصادي هم يقررون متى يعني يحجزون الأموال الفلسطينية ومتى يفرجون عنها بشروط سياسية مذلة. مثلا هم يقررون متى يعني يكون الأردن فقيرا جدا ولا تحول إليه أموال عربية ولا غاز عربي، فيحولونهم الغاز للأردن ويأخذون عمال من الأردن إلى ما يسمونها إيلات أم الرشرات. هم يقررون، يعني ما فيش مبادرة عربية بتعويض الأردن عما حل به من نتيجة مواقفه الإيجابية تجاه القدس والأقصى، حل به فقر وحالة من الآن الأردن فيه قلاقل بسبب القلاقل الأمنية حقيقة بسبب سوء الوضع الاقتصادي والفساد المستشري. وبالتالي الآن الإسرائيليون يمدون حبل النجاة للأردن. ليش؟ لماذا لا يكون غاز عربي؟ ولماذا ما في اتفاقية أمن عربي مشترك؟ وليه ما في سوق عربية مشتركة؟ وليه ما في عمالة للأردن في دول الخليج؟ كل هذا بحسابات أمريكية إسرائيلية مشتركة على المستوى الدولي. على المستوى المحلي الفلسطيني لماذا يعني نبقى متمسكين باتفاقية أوسلو الشق الأمني منها فقط؟ لماذا لا نتمسك بباقي يعني يا سلطتنا يا محترمة، مش كان لازم الآن جميع الأسرى خرجوا؟ مش لازم الآن كان يا سلطتنا المحترمة الآن مناطق باء صارت ألف ومناطق جيم صارت باء حسب أوسلو؟ طيب هذه الأجزاء الهامة الوحيدة اللي جبتوها من أوسلو نتنياهو داس عليها وأنهاها وقبرها. أما باقي الاتفاقية المذل منها اللي هو اتفاقية باريس الاقتصادية واتفاقية التعاون الأمني المقدس، هذا هو الوحيد الباقي على قيد الحياة، مما أفقد الفلسطينيين القدرة على المبادرة بإعلان مثلا مواقف على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 كخطوة أولى. لكن لا يوجد الفلسطينيين الآن حتى مستوى إدارة بلديات في مناطق 67. والله العظيم أدنى قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة الأمور في مناطق السلطة الفلسطينية المحتلة 67 أقل من أي بلدية في العالم أجمع. وبالتالي فعلا فقدنا عنصر المبادرة. الآن شو ماذا تبقى بين أيدينا؟ عنصر الصمود والثبات والرباط في الأقصى وعلى الثغور، مثلا على شمال مدينة البيري اتجاه بيت إيل، ومثلا في بعض المناطق التماس مع الاحتلال سواء في أريحة أو في قرى رام الله، هذه المناطق أو في حوارة نابلس. يعني بقيت أماكن مشتعلة تؤكد أن العدو بقي عدو. يعني الشعب الفلسطيني ما خابت بوصلته ولا 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 يعني انحرف عن وطنيته أبدا. ولهذا السبب هو في مرحلة الآن فقط الصبر وصمود لغاية ما تتغير أحوال في المنطقة، ويجب أن تتحول. دون ذلك أخي لا يمكن أن يكون كما تفضلت وسألت أنت أن يكون عندك قدرة على بناء منظومة تخطيطية في القدس والضفة في ظل أمن إسرائيلي بهذه القوة وفي ظل أمن مخابراتي فلسطيني بهذه القوة. نعم. وبينهم تنسيق أمني مقدس. ما يمكن أشكرك أن تصنع دكتور. سيادة أنت وتنطلق في مبادرة. نعم. أشكرك دكتور جمال عمر الخبير في شؤون المقدسية. سؤال أخير أستاذ زكريا، ما الذي يحتاجه المقدسيون من أجل تعزيز صمودهم ومقاومتهم ضد الاحتلال؟ أخي أنا أقول لك التالي. بداية أول شيء يجب أن يكون هناك صمود وتواجد ورباط في ساحات المسجد الأقصى وأبوابه. تنين رفع سقف حقيقة المطالب من مجلس الأوقاف بحقيتهم في هذا المكان.
هناك الكاميرات التي وضعت زورا، قضية التجوال الشرطة والجيش في داخل ساحاته، قضية حتى باب المغاربة يجب أن يرفع اليوم ويطالب أنه باب المغاربة يعود بإدارته لمجلس الأوقاف. أنا في تقديري اليوم الأصل أن يرفعوا سقف المطالب تبعتهم، لا تتوقف عند باب الرحمة، أن يطرحوا كل الأوراق وكل الممارسات التي مارسها الاحتلال على مدار 5 عقود، ويطالبوا بإعادة المسجد الأقصى كاملة إلى السيادة الأوقاف بوصاية الأردن عليه، وهذا المفروض هيك يسووا. ثلاثة، أنا بتصور أنه كل الأقصى، كل أوامر الإبعاد والدخول إليه يجب أن ترفض رفضا كاملا. يعني أنا بتصور أنه اليوم رموز الأوقاف اللي الشيخ عبد العظيم سلهب بكرات وحتى حراس الحرام أن يعملوا بكل ما أوتوا من قبل للدخول، وإذا منعوا بالقوة أن يقوموا على الاعتصام على أبواب المسجد الأقصى والمقدسيون من ورائهم. يعني هذه راح تكون خطوة، وخطوة حقيقية يعني في مواجهة الله. أنا بتصور أنه يجب تفعيل كل الأدوات التحريضية إعلامياً وسياسياً لحماية الأقصى وحماية المقدسات الإسلامية كاملة. الأردن مفروض أنها تكون بدورها. يعني اليوم الأردن في اتفاقية موجودة بينها وبين الاحتلال بأنه إدارة المكان والسيادة هي سيادة أردنية خالصة ممثلة في مجلس الأوقاف. أنا في تقديري يجب على القائمين على الأمر أن يعملوا بكل ما أوتوا من قوة في تثبيت وترسيخ هذه المفاهيم وإسقاطها على الواقع، ومطالبتهم بإعلاء السقف. اليوم مطالب كمان أن الأمة كما حتى تتحرك. يعني إحنا المقدسيون هم جائزون رأس الحربة، ولكن هذه الحربة تريد من يعني يمسك بها وينطلق على المستوى الرسمي العربي أن يعودوا إلى رشدهم. يعني بكفى اليوم البوصلة الوحيدة والمكان الوحيد الذي يعني يعيد اجتماع العرب عليه والأمة كلها هي القدس، هي الأقصى. اليوم الباطل يجتمع بالنسبة للقدس والأقصى، فما بالك يعني أصحاب الحق وأصحاب القضية. أنا أطالب اليوم أن تتحرك الأمة شعوبا وعلى المستوى الرسمي، إذا تبقى هناك من يعني ذرة دم في المستوى الرسمي، أن يتحركوا لحماية الأقصى والقدس. الأقصى والقدس هي الرافعة الوحيدة، هو المكان الوحيد الذي يمكن أن تجتمع عليه الأمة. أسأل الله عز وجل أن تبقى هذه الشعلة متقدة في داخل القدس، في باب الرحمة، في باب المغاربة، في ساحات الأقصى، في مساجده، في قبابه، وتبقى هي نقطة التفجير ونقطة المقاومة للاحتلال في القدس، وإننا بإذن الله لمنتصرون إن شاء الله. أشكرك جزيلا أستاذ زكريا نجيب المتخصص في الشؤون المقدسية والأسير المحرر من أبناء القدس المحتلة. ألتقيكم بعد قليل في فقرة أخرى، فابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. في القدس المحتلة يوجد شارع يحمل اسم صلاح الدين الأيوبي، فلنتابع ولنرى هذا الشارع المحتشد بالمحلات وبالحياة النابضة في مدينة القدس المحتلة. شارع صلاح الدين هو قلب مدينة القدس، هو الشريان التجاري في مدينة القدس، معروف منذ الخمسينات أنه هو العصب التجاري في هذه المدينة. عدد المحلات التجارية الموجودة في شارع صلاح الدين 135 محل، بالإضافة إلى 120 مكاتب خدماتية في هذا الشارع. يمتاز هذا الشارع لوجود الفنادق في هذا الشارع، حيث أنه فيه 4 فنادق في هذا الشارع أو 5 فنادق. المحكمة الشرعية الإسلامية ودائرة قاضي القضاء موجودة في هذا الشارع.
شركة كهرباء محافظة القدس موجودة في هذا الشارع، وتقريبا جميع مكاتب المحامين والأطباء والمهندسين وما شابه ذلك في هذا الشارع. كان هذا الشارع هو العصب التجاري في مدينة القدس، بحيث أنه كان يرتاد كل أهلنا من أبناء الشعب الفلسطيني من كافة المحافظات والمخيمات، كانوا يجوا إلى هذا الشارع للشراء والتسوق منه. ولكن بعد عام 67 بدأت الحركة التجارية تتقلص شيئا فشيئا، وللأسف الشديد حتى وصل إلى وضعنا الحالي على ما هو عليه. هذا الشارع شارع تاريخي، وسمي بشارع صلاح الدين نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي. يوجد به مقبرة الساهرة أيضا، وهي المقبرة التي حينما كان صلاح الدين محاصر القدس، الشهداء الذين سقطوا مع صلاح الدين كانوا يدفنوا في هذه المقبرة. للأسف الوضع التجاري في هذا الشارع أصبح وضع مزري جدا، انقطاع وصول القوة الشرائية نتيجة ممارسات الاحتلال اليومية على هذا الشارع. لا يوجد هناك بنية تحتية للشارع، لا يوجد هناك خدمات عامة للشارع. على مدار المربع الأول، شارع صلاح الدين وشارع الزهرة وشارع الرشيد، لا يوجد هناك خدمات عامة للمواطنين. على سبيل المثال، هناك عامل نفايات واحد يعمل في شارع صلاح الدين، عدد محلاته ومكاتبه 250، وشارع الزهرة وشارع الرشيد عامل نظافة واحد. فهناك خدمات معدومة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لهذا الشارع. وطبعا يعني أصحاب المحلات صامدين ومرابطين في هذا الشارع، ويتأملوا الفرج القريب إن شاء الله. فهذا هو الحال في مدينة القدس، وهذا هو الحال في شارع صلاح الدين. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. في عام 47 و900 ألف تشكل ما سمي بجيش الإنقاذ العربي لإنقاذ فلسطين من قبضة الصهاينة ومن الاحتلال في ذلك الوقت، إلا أنهم مع الأسف الشديد لم يستطيعوا إنقاذ هذه الجوهرة، واغتصبها الصهاينة منذ عام 48 و900 ألف، وحتى هذا اليوم أكثر من 70 عاما وما تزال فلسطين محتلة مغتصبة. فمتى سيحررها أو تحررها الجيوش العربية؟ في المتابع هذا التقرير. من جنسيات عربية اجتمعوا، وكان الهدف هو الزود عن مصر النبي بكل ما في اليد من حيلة، فصار الواحد منهم مجرد رقم ضمن أرقام محفورة على مقبرة. جيش الإنقاذ العربي عام 1947. جيش الإنقاذ هو اسم أطلق على وحدات المتطوعين من البلاد العربية الذين قررت اللجنة العسكرية للجامعة العربية إرسالها إلى فلسطين على إثر اتخاذ الهيئة العامة لقرار تقسيم فلسطين في 29 من تشرين الثاني عام 1947. تقرر تعيين فوز القوقجي من مواريد طرابلس بلبنان قائداً أعلى لوحدات جيش الإنقاذ. عارض الحاج أمين الحسين الزعيم الفلسطيني الأبرز آنذاك هذا التعيين، وحاول عبثاً إقناع أعضاء اللجنة العسكرية للجامعة العربية بأن يتولى القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني قيادة المتطوعين، ولكن مطالبه هذه وقعت على آذان صماء. عندها أعلن المفتي عن إنشاء وحدات فلسطينية مستقلة بقيادة عبد القادر الحسيني. دخل الأراضي الفلسطينية فوجان من جيش الإنقاذ. الأول كان فوج حطين بقيادة مدلول عباس وتمركز في قضاء طولكرم، أما الثاني فكان فوج الحسين بقيادة عادل نجم الدين، وكان مركزه داخل مدينة يافا.
ميدانياً عانى جيش الإنقاذ من مستوى معنوي منخفض بعد الاحتكاكات الأولى التي جرت مع القوات اليهودية، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الفرار من الخدمة لدى أفراده. أما قوات المتطوعين المصريين بقيادة أحمد عبد العزيز فكان أداؤها أفضل إلى حد بعيد من أداء جيش الإنقاذ، وحققت نتائج جيدة في عدد من المعارك التي خاضتها، إلا أن فاعليتها تراجعت بعد استشهاد قائدها أحمد عبد العزيز برصاص جندي مصري عن طريق الخطأ في آب عام 1948. خسر جيش الإنقاذ والجيوش النظامية أمام العصابات اليهودية، ووجدت مئات الجثامين لمقاتلين من جنسيات عربية مختلفة محتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية فيما يسمى بمقابر الأرقام. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تقبلوا أطيب تحياتي الفريق العمل، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.